كان منتظم بكل به. عند اشكال الساعه المره الاولى لموضوع الاسناد اللي هو الامر 22/2 الاسناد تراخيص كان منتظم. عندنا رخاصة عالقة في الولايات عندها تطور اكثر من عامي انتظار الامر زي الحكومي اللي يتم فيه ترتيب الاولويات حسب اقدميه البطاقات المهنيه. نسالنا فيه عند بلاصه كعامين فهم شيء ما فماش توجه من الوزاره. ما نعرفش الوزاره شنو الاشكال اللي عندها لحد الان. نستنوا برا الولايه شوفوا مع الوالي نمشي شنو الوالي ايش قال لكم الوالي؟ الوزاره يقول لك انا مع الوالي يقول لك انا ما عنديش حتى اليه اسناد. شوفونا اليه اسناد مع الوزاره وما سمع حتى مش ترجع للوزاره. انا مازال نتم وانا مازال ننقوا كنا في المثلث هذا بين رئاسه الحكومه والوزاره والولايه. وما تمش تجاوب لحد الان. مثلث برموده معناتها هذا ما في حد شيء. ولا 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 اختي لا. عندنا عدد من الزملاء توفى وعندنا عدد من الزملاء. مرحبا بشار. عن يوم عايش. ولحد الان ما تم شيء بربي نداء عندكم انتم تو. حب نشوفوا حل الموضوع هذا الموضوع 22/2 هذوما الاثنين التراخيص. حب نشوفوا كيفاش نخرجوا الرخص العالقه تو. عن القطاع عن تونس الكبرى عندنا اكثر من 550 رخص. نقص في 150 رخص. لا 550 رخص. 500 على تونس الكبرى. نصيبكم في ولايه منو بقداش؟ عندنا 50 رخصه تاكسي جامعي. نقص من 2020. اي من 2020 مازالوا معلقين معناتها لحد الان. مازالوا معلقين. طابين المطار في 2020. هنا طونت يعني يكملوا الامر هذا ينقحوه ويتمموه. لحد الان ما تم شيء. مشينا للوزاره مشينا للكذا للولايه استناه لحد الان. بربي نحب حل الموضوع هذا. تفضل. نحب صوتي يوصل لسيد وزير النقل. نحب نشوفوا لنا حل. يكمل لنا الاتمام هذا ويخرج الامر خلي العباد تاخذ حقوقها. او نشوفوا لنا اليه اخرى. خلينا نشوفوا كيفاش نحلحوا الموضوع. وعلاش بالنسبه على المستوى الجهوي نتاعنا عندنا نقص واضح في النقل. عباد السباحه ما فماش ترونسبور شكيات مع المواطنين حتى داخل حدود الولايه ما عندناش نقل. وزيد عندنا شويه كرابور زون ماذا بينا. فما نقطه تحدثت فيها في بن عروس قال لي فما النقل الجماعي نتاع تونس عنده الحق يدخل بن عروس. باغ كونتخ بن عروس ما عندوش الحق يدخل مثلا ولايه اخرى تونس ولا غيره من اقليم تونس الكبرى ما عندوش الحق. في منوبه عندكم نفس المشكل ولا تنجموا تدخلوا توصل العاصمه توصلوا الى؟ لا ندخل تونس. ما عندكمش مشكل نتاع خطوط معناتها؟ لا ما عندناش مشكل نتاع خطوط. لا. فما نقطة أخرى في بن عروس اللي هي يقول فما تغول من بعض معناتها الأشخاص يقول عندهم 50 رخصة، شخص واحد تلقى عنده تقريبا شخص 50 رخصة يعني كانوا شركة نتاع نقل. باركونتر المواطنين لا ما عندكمش، المشكل الوحيد ما عندكمش رخص. ما عندكم تطهير القطاع ولا ما عندكمش مطالبة بتطهير القطاع؟ فما ناس عندها رخص ما تستحقهاش ولا ناس كل معناتها مريقلة؟ ماذا بينا النقطة الأولى اللي هي الإسناد وتطهير القطاع شكون يحب تطهير القطاع ماذا بينا تطهير؟ واضح. سلوى سعيدي تقول منوبة النقل فيها نقص من العمر كل يوم معاناة. كل يوم هذه مواطنة. هذه مواطنة تتشكى من النقل. شكرا سي العربي فضلك. سي العربي القفصي كتب عام نقابة التاكسي الجماعي ببنوبة يقول 550 رخصة نقص اليوم في التاكسيات 550 رخصة على اقليم تونس الكبرى. يطالب اليوم وزارة النقل باسناد الرخص هذايا لمستحقيها حتى انه تتحل معضلة النقل بصفة عامة. واصل معكم لقانا مرحبا بكم 8:39 على موجاتنا.